نظم معهد الطفولة السعيدة لتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى احتفالية بمناسبة يوم المعاق العالمي، وبحضور عدد من الأطفال والأهالي، فضلا عن الكوادر المتخصصة في تربية الأطفال. بدورها عبرت إدارة المعهد عن استيائها بسبب محاولات جهات متنفذة في دائرة صحة نينوى وإغلاق المعهد، ما سيحرم أطفالا من ذوي الهمم من الرعاية والخدمات، مطالبين الجهات المعنية بالعدول عن قرار الإغلاق والنظر لمعاناة تلك الشريحة المهمة والضعيفة. احتفل اليوم معهد الطفولة السعيدة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وكان الهدف من هذا الاحتفال هو رسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال. أتمنى أن الجهات المحلية بمحافظة نينوى تدعم هذول الأطفال وتقف إلى جانبهم، كون هذول الأطفال معظمهم من الأيتام والمتعففين ما يقدرون يتحملون التكاليف، تكاليف المعاهد الأهلية طبعا، يعني نقول تكاليف باهظة نوعا ما عليهم. على كثر فرحتنا وعلى كثر ما أنه أنا أريد أشارك أطفالي بعيدهم، على كثر ما أكو غصة بقلبي كثير كبيرة أنه أنا هذا موقعي صار لي 5 سنوات أشتغل عليه، حلم حياتي اللي كنت أنا أريد أحققه وتحقق بجهود الخيرين اللي يدعموني، وللأسف هسه حاليا موقع الأيسر أخذوه وخلوا أطفالي مصيرهم مجهول، ما يعني مصيرهم، يعني أنت تخيل طفل معاق يتيم فقير وصب راح أش راح يكون مصيره إذا لا مدرسة تحتوي ولا معهد والفلوس ما عنده، فدوب دوب اللي قاعد عايش دوب قد اللقمة. اليوم يوم العالمي للأطفال المعوقين، بالنسبة للأولاد بس إحنا لا، يوم التعاسة لنا، لأن هذا المعهد إحنا يومي يريدون يسدونه وإحنا ما يريدين سد، لأن هاي أنا بنتي هاي صار 3 سنين تداوم بهذا المعهد وكل يوم يسدونه، وين يروحون هذولي؟ المدارس ما تستقبلهم لو ما هذا المعهد، يعني وين يروحون؟ وإن شاء الله يعني يشوفهم أحسن وتعلموا وتدربوا وصاروا أحسن.